مش سامع يا ولد؟ ساتر. مساء الخير يا مسامير. ازاي يا ترى الولاد هنا؟ الله، ده صوت عمك جه في وقته، هو ده اللي هيحل لنا المشكله. ودلوقتي حالا خليك هنا. اهلا وسهلا، منورين. الله يخليك. اهلا اهلا يا عم حامد. اهلا سمير، كويس ان انت هنا. انا عايزك ضروري في حاجه مهمه. ده انا اللي عايزك في حاجه اهم. تسمح؟ على فين؟ ابدا، هنتكلم كلمتين بس انا وانت ومدحت في اوضتنا. بعد اذنكم. عن اذنكم، اتفضل. ده بقى اللي احنا قلناه بالحرف الواحد. انت الوحيد اللي حجب لنا منها الرد الشافي اللي هيخليها تقول امين. اجيب؟ هو انت فاكرني لسه هجيب؟ وغلاوتك عندي الوصل في جيبي. بجد يا عم؟ عمكم دماغه متكلفه ويفهمها وهي طايره. توقعت اللي حصل من ليلى بالملي. معلوم بنت اصيله طول عمرها، وكانت روح ابوها الله يرحمه. لازم يا ولدها عقلها يشت ولا تقبلهاش من اول مره. ولا نسيت؟ ده انتوا نفسكم ما صدقتوش في الاول. عندك حق يا عم. فين الاسئله؟ اتفضل يا سيدي. ده الوصل اللي انا دفعت بيه الفلوس لأطامش، وده وصل الامانه اللي كان ماضيه المرحوم على نفسه. بعدين يا ليلى، يا عقالي امال وهدي؟ مش عايزين المساله تكبر وتشوشر على الست ام سمير. بابا. لا بقول لك ايه، مش وقت الصدمات والذهول دلوقتي. دلوقتي احنا لازم نفكر بعقلنا. ايوه يا ليلى، زي اخوك ما بيقول لك بالظبط، لو ما تصرفناش وداوينا اللي فات هتبقى كارثه وهتبقى فضيحه بجلاجل. نتصرف؟ نتصرف ازاي؟ وايه اللي في ايدينا نعمله؟ انت بالذات في ايديك كتير، وكتير قوي. انا طياره السبت هتبقى الفجر باذن الله يا باشا. لا يا باشا، معنش الاوان بقى عشان اعرف ايه هي العمليه اللي هتعتمد فيها على سمير قوي دي. عملية كراتش بحالها يا طمش. بحالها؟ ايوه. طب ولو شم ريحة؟ انا ما يهمنيش، طول ما هو محتاج لي مش هيقدر يفتح بقه. هو فهم كويس قوي دلوقتي ان اوراق اللعبة كلها في ايدي، وانه مش هيقدر يكبر ولا يرفع راسه في السوق الا بفضلي. وحتى على فرض انه اكتشف حاجة، انا اؤكد لك انه هيسكت. طب لو اتمسك بقى بغشوميته وخسرنا الشيله كلها؟ هامنه كويس، وحتى على اسوأ الفروض وانكشف مفيش اي دليل ضدنا، وهو مسافر عشان يخلص شغل لنفسه. اوكي يا لورد، ما دام انت مطمن انام انا بقى واحط في بطني شادر بطيخ صيفي. عيسى اطامش معاه صوره من المستندات اللي في ايديكي، وهو اكتر واحد كمان عنده فكرة عن شغل بابا اللي فات وكل اتصالاته. ومعنى ان احنا نرفض طلبه ونقول له استغل اللي تحت ايدك ضدنا، فضحنا وجلصنا في كل حتة. ده غير ان خيره ثابت. وبعدين كمان اوعى تقولي لي بقى كلام الافلام الخايب، بحب احمد حفني ما اقدرش استغنى عنه والكلام الفارغ ده. كل واحد مننا لازم يدوس على مصلحته علشان المركب تمشي. مدحت، اعتبريني موافق على كل كلمة سمعتيها. وأظن دلوقتي عرفتي إيه اللي غيرني من ناحية وفاء ومن ناحية كل حاجة حواليا. هو
وبعدين يا ليلى حبيبتي كمان لازم تفكري في ماما، فكري في ايه اللي ممكن يحصلها لو عرفت حاجه زي دي. شيء زي ده ممكن يقضي عليها، ينهي كل تاريخها اللي فات، يحوله لشيء مزيف ملوش اي قيمه او معنى. فكري في ماما وحكمي ضميرك، خلي ضميرك بقى يدلك على القرار اللي المفروض تاخديه. مفيش وقت يا ليلى، مفيش وقت خالص، لازم يكون الرد جاهز وبسرعه، يا بالقبول يا بالرفض والفضيحه بقى. لا بقولك ايه، مش وقت عياط دلوقتي، ماما لو شافتك بالشكل ده ممكن تستنتج اي حاجه وتبقى كارثه. لازم تتماسكي وتهدي. هقولك حاجه، روحي انت اوضتك دلوقتي واقفلي على نفسك وفكري على مهلك، بس بلاش تحسسيها باي شيء. يلا. متهيألي هتوافق. انا برضه شايف كده. احنا لازم بقى ندرس ظروف الشركه الجديده. لو ليلى وافقت ودخلت في طوع اطامش، هنبقى فتحنا جبهه خطيره جدا في علاقتنا مع البهجوري. البهجوري اللي هيصفر سعادتك بعد ايام على بره. ايه ده؟ انت عرفت؟ لازم تعرف ان عمك حامد له عيون بتشوف لبعيد قوي. ايه اللي بتقوله ده؟ وسفر ايه اللي بيقول عليه عم حامد؟ سفر بخصوص الشغل يا جماعه، امال اللي هيكون بخصوص ايه يعني؟ احس بكلام الشعر اللي بيكتبه اخوكي مدحت ده. اول مره اتاكد ان الانسان ممكن في لحظه تطلع له اجنحه ويطير بيها وهو لسه على الارض. يا سلام، كل ده عشان قبلت اخرج معاك؟ انت بتستهوني بكده ولا ايه؟ دي ليها عندي معنى كبير جدا، معنى انا مش قادر اوصفه. طب ازاي؟ فهمني. معنى انك تخرجي معايا انك موافقه على ان علاقتنا تكبر وتوصل للحد اللي يخليكي ليا طول عمري. ياه، ما كنتش فاكره انك جريء للدرجه دي. انا مش ممكن اخبي اللي في قلبي يا ليلى، وما بقاش في وقت اضيعه. يا ليلى انا لازم انقل كل الاحساس اللي جوايا ومن غير اي تردد. انا مش قادر اتصور حياتي من غيرك بعد النهارده، مش قادر اتخيل انك ما تكونيش ليا. بس الانسان بيبقى عبد للظروف. لا، الانسان عمره ما يكون عبد الا لله وحده، وربنا ما يرضاش ابدا بظلم، ما يرضاش يظلم قلبين اتولد الحب جواهم وبفضله. ليلى ارجوكي اوعديني انك تكوني من اللحظه دي ليا. مين؟ ايه يا ليلى؟ مالك يا حبيبتي؟ اختفيتي فين؟ ابدا لا اختفيت ولا حاجه يا ماما. هو وصوتك متغير ليه يا حبيبتي؟ بصيلي يا بنتي. طبعا يا ماما، وانا اقدر اتحرم من بصتك الحلوه؟ امال ايه الحكايه؟ دخلتي اوضتك وقفلتي عليك الباب؟ ابدا يا ماما، ده شويه صداع بس، وهاخد اسبرين وابقى كويسه. سلامتك يا حبيبتي، انا هجيب لك الاسبرين وهعمل لك كوبايه شاي من اللي بتعجبك. ما تتعبيش نفسك يا ماما. تعبك راح يا حبيبتي، وانا يهون عليا اشوفك ثانيه واحده تعبانه. ربنا ما يحرمني منك ابدا. يا نظري حبيبتي، حنيتك دي
هي اللي مخليك عزيز على قلب امك وساكنه جواها. كفاية يا ماما كفاية. كفاية؟ عايز نبطل زغاريط؟ ده انا هزغرط من هنا لحد بكره حلاوة نجاحك يا احمد. هو انا عندي غيرك يا حبيبي افرح له؟ كل ده بفضل دعاك ورضاك عني يا ست الكل. يجعل ربي وقلبي راضي عليك لحد يوم الدين يا حبيبي. الله، اهي الدعوة دي بقى عندي اغلى من الجايز جدا. قول لي حماد، هي ليلى نجحت؟ ايوه يا ماما نجحت. يا ما انت كريم يا رب، انا كنت خايفة عليها بشكل. الظروف اللي مرت بيها لا يمكن واحدة غيرها كانت تنجح. فرحتي مش هتكمل الا لما نتم موضوع جوازكم وليلى تيجي بيتنا. انا هخش بقى غير هدومي علشان نروح لهم حالا. يا ماما. ماما ايه بقى؟ اظن هتقولي مش رايح. لا يا دناي، في مناسبة زي دي لازم نبقى في وسطهم وفي فرحتهم. شوفيني على الباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد أفندي حفني؟ أيوة. تلغراف. امدي لي هنا لو سمحت. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أدخل يا ماما؟ أدخل يا في إيه؟ عمي عبد المنعم راجع مصر. عمك عبد المنعم؟ أيوة. معقول الكلام ده؟ تلغرافه لسه واصل حالا. بعد السنين دي كلها؟ اما وحشني بشكل يا ماما. عمري ما انسى ايام زمان لما كان بيجي لنا وهو محمل بالهدايا ولا دروس الكيمياء، انا ما كنتش افهمها الا منه. بس يا ترى ايه اللي رجعه؟ اخر الاخبار اللي سمعتها عنه كان ناوي يتجوز بره ويفضل قاعد في اوروبا على طول بعد ما بقى دكتور مشهور. مش يمكن مصر وحشته وبيفكر يرجع يعيش هنا على طول؟ يا ريت يا ماما الكلام ده يكون حقيقي. يا ريت. ايوه عم، الكلام اللي بقوله لك مظبوط. سمير فعلا اتصل من كراتشي وقال هو خلاص خلص موضوع التوكيل وباذن الله هيوصل كمان يومين ثلاثه. والله براو عليه اللي سد مع الخواجات. اعمل لنا يا ابني كوبايتين شاي. شاي؟ ايه المكتب هنا ما فيهوش شاي ولا ايه؟ لا فيه، دقايق بس فراش المكتب يكون وصل ويعمل لسعادتك اللي تؤمر بيه. انت جمعه مش كده؟ ايوه. موظف هنا؟ لا ده السكرتير الخصوصي بتاع سمير. بتاع المكتب كله يا استاذ مدحت. طب يا عم بالراحه علينا، الراجل ما غلطش في البخاري. فتره غياب الاستاذ سمير انا هتولى اداره المكتب بنفسي. اوامر حضرتك. عايز اطلع على كل الفاكسات اللي وصلت من ساعه ما الاستاذ سمير سافر وساب المكتب ودلوقتي حالا وبسرعه. حاضر، تحت امرك. باين عليه واد قوري ومفتح. فعلا يا عم شكله كده مش مريحني. سيبك بقى من شكله وكلمني على التفاصيل. توكيل ايه اللي خلصه ابو سمره؟ قال لي انها حاجه غذائيه بس انا الحقيقه مش فاهم حاجه، بس وعدني انه لما يجي هيتكلم معايا ويشرح لي كل التفاصيل. حاجات الغذاء مضمونه ومكسبها حلو، خصوصا لما يبقى وراها واحد زي البهجوري، اكيد هتبقى سلعه بريفيكس 100 100. بمناسبه البهجوري يا عمي، الراجل اللي اسمه قطامش ده ما فتحكش في اي حاجه بخصوص ليلى؟ هو بيعتقني يوماتي ما فيش على باله الا الموضوع ده، بس انا بقى عمال انيمه لحد ما نسمع الرد منها. هي لسه ربنا ما فكش عوده لسانها؟ لا، ما يبقى حرام عليا ان انا ارمي فلوس في الارض على لعبه هايفه زي دي. لعبه هايفه؟ بقى بتتم يا ماما الاتاري لعبه هايفه؟ اهي لعبه زي كل اللعب. لا يا ماما، الاتاري دي احلى من كل اللعب. وبعدين ايه يعني خاليه شويه؟ ما احنا خلاص بقينا اغنيه ومعانا فلوس كتير. ايه ده يا ولد؟ من انت بتكلمني بالطريقه دي؟ اقول لك ايه يا ماما، ما احنا من ساعه ما جينا الشقه دي وانا عمال اقول لحضرتك وانت عمال تطنشيني. طنشك؟ انت بتجيب الكلام ده منين؟ اوه هو انا لسه عيل صغير ولا ايه؟ عيل وما طلعتش من البيت ده كمان، وما فيش اتاري يا سماد، اما اشوف هتعمل ايه كده. طب والله لو قال لابيه سمير وابيه مدحت يا خليه يشوفني صرفه بقى في البيت ده. اوعى تعلي صوتك في البيت ده، انت ولا جرالك ايه؟ انت ما كنتش كده واحنا في الجمالية. الجمالية شيء وذوقي شيء تاني خالص. طب اخرس خالص وخش اوضتك يلا. قلة ادب. ايه يا ماما مالك في ايه؟ بسلامته يا ستي، عايز هدية نجاحه اتاري، اتاري ب1000 جنيه
أما لما ينجح في الثانوية العامة أجيب له هدية بكام؟ روحي يا بنتي شوفي مين. أنا خلاص عقلي شت. تصبحي بالخير يا عروسة ابني. أهلا، إزيك يا طنط؟ الحمد لله، تسلمي من كل رد يا حبيبتي. ألف مبروك يا أختي. أهلا أهلا خطوة عزيزة. أهلا 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 بيك يا ست ستات. والنبي لو ما كان عيب لكنت رقعت حتة الزغروطة. حلاوة الأخبار الحلوة اللي تشرح القلب. إن شاء الله تعيشي يا حبيبتي. على الله يكون أحمد نجح كمان. ليه؟ أنت ما عرفتيش؟ هي ليلى ما قالتلكيش ولا إيه؟ تلاقيها نسيت ولا حاجة. ألف مبروك يا حبيبي. فضلك فيه. فضلك. شفتي بقى الفرق اللي بيني وبينك؟ أنا ما مسكتش نفسي وجريت على كليتك علشان أشوف نتيجتك، وأنت ما كلفتيش روحك حتى تسألي. وإيه اللي يخليك بس تظن الظن ده؟ عينيك يا ليلى. أنت حتى مش شايف عيني. ما هو ده اللي قلقني. أنا كنت متوقع إنك أول ما تشوفيني وتعرفي نتيجتي عينيك مش هتتشال من عليا، واشوف فيهم نظرة الحب اللي بتحسسني بالحياة. لكن اديكي بتستقبليني بالبرود ده كله. ده انت حتى مش قادرة تبصيلي. انت ما بترديش عليا ليه؟ ابدا يا احمد، انا تعبانة شوية بس. وايه اللي تعبك؟ مش عارفة، شوية اجهاد ومش عارفة، مش عارفة لهم سبب. الله يكون في عونك. ما تيجي نقعد معاهم. ليلى. ايه ده احمد؟ سيب ايدي يا احمد لو سمحت. طب بصيلي يا ليلى، انا مش هقدر غير لما عينك تيجي في عينيا. معقوله يا للدرجه دي؟ هو في ايه بس؟ انا مش من حق اتعب شويه ولا ايه؟ ايوه من حقك طبعا، بس انا كمان من حقي اعرف شيء ومحدد جدا. تعبك ده هيمنع ان اتكلم مع والدتك ودلوقتي في موضوع جوازنا؟ جوازنا؟ ما هو احنا مش هنفضل مقري فتحتنا كده على طول. بس الجواز ده لسه بدري عليه. ليه؟ الشقه وهندخل عند امي، شبكتك وجهازك علينا، الوظيفه وان شاء الله مضمونه لان انا من اوائل دفعتي، يعني ما كانتش النيابة هتبقى الجامعة، مفيش مشاكل. لا يا أحمد، في مشاكل. اللي هي إيه يا سمير؟ أيوة أيوة. لا برافو عليك، يلا أمضي وتعالى فورا. شوية دعاية والسلعة تضرب في السوق زي النار. مع السلامة. سمير، بقول لك إيه، يا ترى قدرت تتصل بمندوبنا اللي قلت لك عليه؟ حصل؟ برافو برافو يا سمير. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبي. ظهر الفار وقع في المصيادة. هو كان في ماتش النهاردة ولا ايه يا باشا؟ نتيجة داليا. بابي نجحت يا بابا، نجحت. حبيبتي مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك يا روحي، ده أسعد يوم في حياتي النهاردة. ألف مبروك يا برنسيسة، ألف ألف مبروك. طب أسيبكم بقى تحتفلوا براحتكم. سلام يا باشا. أنا مش عارف أعمل إيه، أرقص معاكي؟ أطير معاكي في السماء؟ أيوة هي دي اللي أنا عايزاها بالظبط يا بابا، أطير في السماء ومن بكرة على أوروبا. أوروبا؟ أنت اللي وعدتني، وانا بقى متمسكه بالوعد ده ومش هتراجع عنه ابدا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ليلى؟ انت فاكراني ان انا ما بفهمش في الاصول؟ بقى انا هطلب اتجوزك ووالدك لسه ما مرش على وفاته سنه؟ يا ليلى انا كل اللي بطلبه ان احنا نتخطب رسمي ونحدد ميعاد ونبتدي. طب ما دام مش هنتجوز بسرعه كده ليه نستعجل؟ ليلى انت كلامك مليان معاني، انا بحاول اكدبها. شكلي كده زي اللي مش مهتمة ولا ملهوفة، كأن اللي بينا ما يستاهلش. أحمد أحمد أرجوك، مش هنفضل واقفين كده نتكلم لوحدينا، ما تيجي نقعد معاهم وبعدين نبقى نكمل كلامنا.
نقعد معاهم دقايق. لا شكرا، انا نازل دلوقتي حالا. نازل؟ هقعد اسمع ايه بعد اللي انت قلتيه ده؟ طب وماما هتقول ايه لما تلاقيك نزلت فجأة كده؟ ماما يا ليلى بيقولي لها مبرر قوي وحجة كويسة كده زي اللي قلتيها لي. بعد اذنك مبروك. اتفضل. انت هنا؟ امال فين احمد؟ احمد نزل يا ماما. نزل؟ اه افتكر ميعاد مهم. الله، ايه حكايته الجدع ده؟ كل ما بيجي ما بيقعدش. يكون زعلان منك؟ زعلان مني انا؟ امال في ايه؟ الله اعلم بقى يا ماما. النهارده امه من ساعه ما دخلت وانا حاسه انها عايزه تتكلم معايا في موضوع الخطوبه رسمي. ماما يا ريت نأجل موضوع الخطوبة ده شوية، ده لسه بدري عليه قوي. وبعدين معلش أنا أصلي مضطرة أنزل أنا كمان. تنزلي فيه؟ ظروف 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 قدري اتغيرت يا بابا. ممكن أفهم؟ ظروف كتير يا حبيبتي. أولا مسألة الانتخابات، ثانيا المشاريع اللي تقوى هتوسع فيها، كل دي ظروف تمنعني أسافر برا مصر ولو يومين على بعض. خلاص أسافر لوحدي. تسافر لوحدي؟ مش ممكن طبعا. ليه مش ممكن يا بابا؟ انا ما بقتش صغيرة، وحضرتك عارف ان ده املي الوحيد من زمان. دالي يا حبيبتي انا ما قلتش لا نهائي، دي مسألة وقت مش اكتر. اخلص بس من مشاغلي واطير معاكي فورا. لا مش عايز حبيبي قلبي تزعل مني ابدا. ايه رأيك في حفل كوكتيل على مستوى تعبير بسيط عن فرحتي؟ لا 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 ما تقولش كده معلم، اصل هي مأجلة الحكاية لحد سمير ما يرجع من السفرية. اخوها بقى كبير وواجب برضه. انا معقول يا معلم؟ انا حامد بسيوني اكلك انت الاونطة يا ملك السوق كله وغلاوتك. لكل شيء يتعدل، بس الصبر يا معلم الصبر. مع الف سلامة. ايه بيهدد ولا ايه؟ ما انت عارف بقى الصنف ده يا يحقق اللي في دماغه يا يبقى زي الطول الهايك. لا مؤاخذة في حاجة؟ ليلى هانم أختك برا. ليلى؟ مستني يا بني آدم، خليها تيجي حالا. وإيه اللي يجيب ليلى المكتب؟ لو كانت عايزة مني حاجة ما كانت تبلغني في البيت. ورطة لا تكون هتقول لا وتبوظ لنا كل حاجة. ما تخافش يا عم، مش أنا اللي أفكر بالشكل الأناني ده. أنا جاي عشان أقول لكم إني موافقة. ليلى ربنا يكملك بعقلك يا ليلى يا بنت أخويا ويكتب لك السعد والنعيم. انا مرضتش ابلغكم في البيت عشان ماما ما تلاحظش اي حاجه وتفتكر ان في ترتيب بينا. الموضوع لازم يمشي طبيعي وماما ما تحسش باي شك. ايوه بس احنا لازم نبلغها برايك برضو. خلوا اللي اسمه اطامش ده يطلبني منها رسمي الاول، وبعدين سيبوا الباقي عليا انا. قلبي بيقول ان عندك اخبار حلوه قوي يا متسلطن. حليلي بقي الاول يا معلم وانا اقول لك كل اللي يشرح قلبك. ماشي، احلى زيت هتشربه في حياتك. ادي زيت ايه يا معلم؟ ويا دي حلاوه، ده سم هاري. طب امال ايه اللي انت طالبه؟ عايز ايه؟ وعد الحر داين عليه. استكني العشر بواكي تعرف كل اللي عندي. عشان انت بتتكلم جد يا حامد؟ وجد الجد يا معلم، والعشره دول زي ما بقول لك كده. ليلى وافقت بالثلث؟ يا رب الحمد لله. يا دي الهنا يا وش السعد يا متسلطن.
هو انا ليا بركه الا انت يا سيدي المعلمين؟ انا عندي واحد يا عمر. الله اكبر الله اكبر. ادي واحد. الله اكبر. اللي انا قريته امبارح ده ملاني احساس بالسعاده يا وفاء. حقيقي يا كمال؟ طبعا. انا ما كنتش متصور ان اسلوبك اتطور كده، وانك لما تتصدي الموضوع هيطلع منك بالنضج ده كله. انت عارفه انا عندي احساس انك اتخلقت عشان تكوني صحفيه، وصحفيه وبس، مش اي حاجه تانية. عموما انا بقيت بثق في رايك جدا. بقيت يعني معنى كده اني ما كنتش على هواكي زمان؟ معلش. عموما انا عندي احساس ان مع الوقت هتغيري رايي في كل اللي فات، وهتنسي كل شيء يتعلق بزمان. يا اهلا وسهلا. انا مش مصدق عينيا. معقوله ده الجماليه كلها نورت؟ تعرف يا ناجي، لولا اني شفتك وكلمتك كنت شكيت في نفسي وقلت ان انا غلطت في العنوان. معقوله تغلط في الحي اللي اتربيت واتولدت فيه؟ ما انا مش مصدق عينيا. مش ده مكان بيت السيد بسيوني؟ ها؟ وده مكان بيت العنتابلي؟ تمام. ولما هو تمام البيوت دي راحت فين؟ ايه اللي بيحصل؟ سلام يا سمير بيه. الله يسلمك. حضرتك تعرفني؟ شعبان عبد القادر من مكتب فتحي باشا البهجول. اهلا وسهلا. اتفضل معايا اوصلك. لا متشكر، انا سايب عربيتي هنا. الباشا عايزك في مكتبه حالا. حالا؟ من غير تاخير ولا ثانيه. ايه هتعمل ايه؟ اوصل سعادتك وقبل ما تخلص مع الباشا تكون عربيتك وصلت هناك. ايوه لكن. ما لكنش يا سمير بيه، دي اوامر. لا حول ولا قوة إلا بالله. السيد البسيوني، الرجل اللي كله شهامة ومروءة. الجمالية بحالها زالت علينا، لأنه فعلا كان راجل بمعنى الكلمة. لكن اللي بستغرب له إزاي ولاده بيعوا. ولاده اتغيروا ومن غير سبب مفهوم. الناس في الزمن ده بقت كلها بتتغير وبالشكل الجامح ده. بس واضح ان مش هما بس اللي باعوا، ده كمان اهل بيت العنتبلي وبيت الشهابي و... ايوه كل دول لما يبيعوا مفيش مشكلة، لكن بيت السيد بسيوني بالذات دي كانت صدمة. مين اللي اشتروا؟ اللي اشترى بيت السيد واحد اسمه عباس فهمي، ده واحد من اهل الجمالية ومن رجالة عيسى قطامش. اما اللي اشترى الباقي بقى فهو فتح البهجوري. بتقول مين؟ فتح البهجوري؟ ايوه يا عم. واشمعنى بيت السيد بالذات اشتراه الراجل اللي انت قلت عليه في الاول ده؟ انا معرفش بقى، يمكن السيد بسيوني ما كانش بيحب اللي اسمه فتحي ده، وحضرتك عارف الخلافات اللي كانت بينهم من سنين. الهدد شامل الحته كلها، واليافطه اللي متعلقه على المشروع الجديد متعلقه على الحته كلها. قصدك ايه يا عمي؟ قصدي اللي انت فهمته بالظبط يا احمد. البهجوري اجر اللي اشتراله، والمشروع ده كله بتاعه. طب وافرض يا عمي، ايه اللي خلى حضرتك اتغيرت كده والقلق ملاك؟ اليافطه بتعلن عن مستشفى. علاقه البهجوري العمان التجاره بالحكايه دي. هيتاجر في الطب كمان؟ بلاش تطلع على الزمالك، اطلع على بيتي في الدقي الاول. لا
استاذ امير بيه، زي ما قلت لك الباشا ما كانش يعرف اصلا اذا كنت هوصل في ميعادي ولا لا. مش هتتهدي الدنيا لما استناني نص ساعه كمان. طب وليه؟ من غير ليه؟ تنفذ وانت ساكت، ولا تحب انزل في اي مكان واروح بيتي بمعرفتي؟ حاضر يا معلم. كلامك معناه انك رايد ليلى. رايد ليلى؟ ده يوم هنايا ويوم منايا يا سي حامد افندي. يا اخوانا قسما عظما بالله العظيم، انا لو اطول افرش لها الارض حرير تحت رجليها، اجيب لها جواهر الدنيا، انا ما اتاخرش. ايوه معلم، بس الحقيقه ليلى فتحتها مقريه على احمد حفني. فتحتها مقريه؟ شوف حضرتك قلت ايه، مقريه، يعني لا مؤاخذه لا اتخطبت ولا انكتب كتابها. صعب يا معلم، احنا يعز علينا نرد لك كلمه، بس الحقيقه ليلى متعلقه باحمد من زمان. تعلق باحمد من زمان؟ مين يا ست الكل؟ ست الكل زمان حاجه ودلوقتي حاجه تانية، الدنيا بتتغير والناس بتتغير. طب بلاش، قولوا لها وانا راضي باللي هي تقول بيه. حقك يا معلم، بس يا ريت تدينا فرصه نشور على صاحبه الامر، وان شاء الله هنرد عليه. يجعل ردها يفرح قلبي ويتلج صدري. قادر يا كريم، مش بتقولوها كده برضه يا مدحت افندي؟ مظبوط. طب بالاذن انا بقى وانا مستني ردك يا سي حمد افندي. ان شاء الله. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. اتفضل اتفضل. عليكم السلام. انست وشرفت يا حاج. الله يخليك ويكرمك. ما وصكش علينا يا حمد افندي. عيني. خلص. سلام. سلام، مع السلامه. مالكش حق ابدا يا سي حمد. في ايه يا مسامير؟ يعني علقت الحكاية ونزلته هو عنده أمل، مع إنك عارف رد ليلى كويس. أنا موافقة يا ماما. موافقة على إيه يا ليلى؟ موافقة أتجوز عيسى أطامش. جورنال تاني؟ طب ليه يا أستاذ سعد؟ هو أنا مش نافعة للدرجة دي؟ بالعكس، أنت ليه فهمتيها بالشكل ده؟ طب ايه اللي يخلي المجله تنقلني بالسرعه دي؟ يا وفاء يا بنتي، كل انسان ليه نقطه تفوق، واضح من اسلوبك ان الغالب عليه طبع التحقيق الصحفي، فايه اللي يمنع ان المؤسسه تستفيد بمجهودك في الموقع الافضل؟ حضرتك تقصد يعني انها تتعين هناك في التحقيقات؟ بالظبط، ومع واحد من اكفأ الصحفيين، عاطف وجدي. ده شاب نشيط جدا وتحقيقاته على كل لسان. بقول ايه يا استاذ سعد؟ انا عاوز اتنقل مع وفاء. انت ليه؟ نفس الفرصة دي انا مستنيها من زمان ومش عاوزها تضيع مني. ما انتي لو جبتي الف عقل على عقلي مش هصدق. ليه يا ماما؟ تسأليني ليه؟ انتي هتجننيني. ما تتكلموا يا جماعة. اهدي يا ست زينب، اهدي يا ليلى. ارجوك يا عمي، ارجوك، انا مش عايزة حد يتدخل في الموضوع ده، دي حياتي وانا حرة بقى عايشة زي ما انا عايزة. لا مش حرة يا ست ليلى، انا امك ومن حقي اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. اللي بيحصل، اللي بيحصل اني مقتنعه وبكل عقلي ان عيسى اطامش هو اللي انساب لي يا ماما. خلاص استريحته. سمير. ماما حبيبتي وحشتيني، وحشتيني قوي قوي قوي. لو سمحت ممكن التليفون؟ اتفضل يا بيه. شكرا. بتقول ايه؟ وسبته ازاي ينفذ اللي في دماغه يا غبي؟ كنت اقول له هوصلك المكتب وبعدين اوصلك الشنطه لبيتك. حطيتنا في ورطه ملهاش اول من اخر. نهايته خليك واقف مستنيه لحد ما ينزل، وانا اللي هتصرف بنفسي. ليه بس يا ماما؟ ما تسيبيها براحتها تختار اللي هي عايزاه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا كبير؟ وانا اللي كنت معتمد عليك انك تكلمها وتعقلها. عقلها ايه بس يا ست الكل؟ هي مجنونه لا سمح الله. يا جماعه الجواز ما فيهوش غصب. ايوه هو ده الكلام اللي كنت عايز اقوله يا سمير والله، بس خفت للست والدتك تزعل مني. ايه يا جماعه؟ انتوا عايزين تطيروا دماغي؟ ليه بس يا ست الحبايب؟ مش هي وافقت برغبتها؟ واحمد حفني اللي كانت متعلقه بيه وبتحبه.
يا ابني حب ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ الحب في الزمان ده ما ياكلش عيش، ما يديش الامان، ما يحميش من قرصة الجوع. ده كلام فارغ، الدنيا مش تحنى ليلى تحت رجليها عشان تخليها تفكر بالشكل ده. لا انا لا يمكن اصدق في سر في الحكايه دي. ايوه ولازم اعرفه، ومين هي؟ ايه بقى معقوله يا جدعان المشكله دي لسه يا دوبك النهارده بس مخلصينها؟ هنعمل ايه يا سمير، الظروف جت كده. المهم عملت ايه في الصفقه؟ هايل، ومحضر لكم مفاجاه بقى ما تخطرلكوش على بال. مفاجاه ايه؟ لا الكلام ده كلام كبير ومحتاج قعده طويله، النازل دلوقتي لازم اروح مشوار مهم، بكره الصبح هنبقى نتكلم براحتنا. ما عنديش كلام تاني غير اللي سمعتيه مني يا ماما. ده كلام مجانين ما يتصدقش. نسيتي وقفتك قدام ابوكي الله يرحمه لما قلتي له ان انت لاحمد ومش لحد غيره؟ مش ده الكلام اللي صدر منك ساعتها وخلاه يوافق ويحط ايده في ايد الولد ويقرا فتحه ربنا معاه؟ الزمان والمكان اتغيروا يا ماما. ايه اللي اتغير فيه؟ لا مر سنين على الزمان ولا سافرنا بعيد عن المكان. اتكلمي يا ليلى، ايه اللي بدلك كده وخلاك عايزه ترمي روحك يا بنتي؟ رميه الروح ما تتقالش على جوازي من اطامش، بالعكس رميه الروح ان ادخل على واحد مش جاهز، ما يقدرش يامني، ما يقدرش يحميني من شر الايام. معقولة يا ليلى؟ بقى ده كلامك؟ انت عمرك ما كنت بتفكري كده؟ طول عمرك وانت طول عمري عبيطة يا ماما وفاهمة الدنيا غلط. بصراحة بقى حكاية الحب دي لا بقت تودي ولا تجيب الايام دي، المهم المصلحة، المصلحة وبس. ومصلحتي مع اطامش واضحة، مش محتاجة اي فصال. انا في حلم ولا فعلا؟ ماما ده قرار ومش هرجع فيه، وارجوك يا ماما ارجوك بقى خلص الموضوع ده بسرعة قبل الفرصة ما تروح من ايدينا. ده يبقى يوم المنى سعادتك. انا اشكر معاليك طبعا على الترشيح، طبعا لازم اجي بنفسي اقابل سعادتك علشان نتناقش في التفاصيل. صفقة اللحوم؟ لا اطمن معاليك، انا هخلص الصفقة دي بمعرفة الشركة عندنا هنا من غير ما اي حد ياخد خبر. اطمن معاليك، تحت امرك فن، تحت امرك. مع السلامة معاليك، مع السلامة. ايوه خليه يدخل بسرعة. ادخل. السلام عليكم يا فتحي بيه. سمير اهلا. الحمد لله على السلامة يا راجل. اهلا يا سمير. الله يسلمك، اول ما بلغوني ان سعادتك طالب تشوفني قلت يا سلام، القلوب عند بعضها. من امبارح وسعادتك هافف على بالي وكنت ناوي اجيلك اول ما اوصل على طول. خير؟ لا ما يصحش، سعادتك تقول اللي عندك الاول. يعني انا كنت عايز اطمن عملت ايه مع مندوبنا في كراتشي. يا سلام، نفس اللي كنت عايز اكلم فيه سعادتك بالظبط يا فتحي بيه. ازاي يا استاذ حامد؟ ايه اللي جرى في الدنيا عشان توصل للدرجه دي؟ تشتغل عند الراجل اللي خلاك تبيع بيت البسيوني؟ افهمها بقى. لما تسمع الظروف هتقدر وهتعذر. ظروف ايه؟ ظروف ايه اللي تخليك انت بالذات تفرط؟ وانت عارف اخوك كان قد ايه متمسك بالبيت ده، وقد ايه الصراع اللي كان بينك وبين البهجوري. انا كنت حاضر الصراع ده من زمان. اسمع وبعدها احكم باللي تشوفه. انت اتجننت يا سمير يا بسيوني؟ انا عمري ما كنت عاقل ولا واعي قد اللحظة دي، لحظة ما كنتش احلم بيها وفجأة لقيت نفسي عايش فيها. اضيعها ولا اتمسك بيها
واوصل منها للي انا عايزه. انت انا مش هفتح بقي ولا كلمة يا باشا الا ما تديني العهد الاول انك تنفذ كل طلباتي وشروطي. شروطك انت يا سمير يا بسيوني تملي عليا انا شروط؟ معنى كلام سعادتك كده انك مش موافق. ماشي على خيرة الله، استأذن انا. تعال هنا استنى يا باشا. ما هو عشان استنى لازم اسمع جديد يخليني استنى وانا مطمن. اخد اللي تحت ايدك الاول وبعدين نتفاهم. بقى كده يا باشا دي برضو فكرتك عني ان انا ساذج لدرجاتي؟ انت يا سمير يا بسيوني تساومني تساوم فتح البهجوري بالشكل الحقير ده؟ انت مش عارف اني ممكن انسفك في لحظة واحدة؟ لا عارف، عارف طبعا ومتأكد، بس انت يا باشا مش هتعمل كده. مش ممكن تنسفني قبل ما تعرف مكان الكنز اللي انت كنت بعته معايا.